مع الروتين اليومي الذي تتبعه قد تتحول حياتك إلى دائرة مغلقة من الأعمال المتكررة التي تجعلك تهمل في نفسك تدريجياً وتتجاهل الكثير من الأمور الصحية الهامة، مما يتسبب في التوتر وتراكم الضغوط التي تؤثر على صحتك بالسلب. ولهذا تعرف على بعض العادات الصحية التي تساعدك في التخلص من الطاقة السلبية والشعور بالراحة. شرب الماء فور الاستيقاظ. الكثير يهتمون بشرب الماء على مدار اليوم، ولكن لا يعلمون أن شرب الماء فور الاستيقاظ له فوائد إضافية، من أهمها تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على صحة القلب، وخاصة إذا أضفت له بعض قطرات عصير الليمون أو البرتقال أو العسل الأبيض. تناول صودا الخبز. صودا الخبز لها فوائد كبيرة في تنظيف وتطهير المنزل، وهذا ينطبق أيضا على الجسم. من خلال إضافة القليل منها إلى كوب من الماء وتناوله، سوف تضمن تطهير المعدة وتخليصها من الالتهابات والسموم، وكذلك الشعور بالنشاط والحيوية. النوم على الجانب الأيمن. يساعد النوم على الجانب الأيمن في تهدئة الجسم والتخلص من القلق والتوتر والنوم سريعاً، وهذا ينطبق على الأطفال أيضاً، ويمكن تفسير هذا لأن القلب يبذل مجهود أقل في وظائفه عندما يكون في الجزء الأعلى من الجسم، وهذا يحدث عندما ينام الإنسان على الجنب الأيمن، فيسهل على القلب أن يضخ الدم بسهولة إلى جميع أجزاء الجسم. تنشيط الدماغ يومياً من خلال حل بعض الألغاز الرياضية وأسئلة الذكاء، فبهذا تحافظ على النشاط الذهني وتعزز وظائف الدماغ. ارتداء الجوارب أثناء النوم. هل تعلم أن الجوارب تساعد على النوم بصورة أفضل؟ تفسير هذا في أن تدفئة القدمين خلال النوم يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية فيهما، مما يعطي إشارة إلى الدماغ بأنه حان الوقت للنوم. كما تفيد الجوارب أيضاً في ترطيب كعب القدم في حالة وضع زيت جوز الهند على القدم وارتداء الجوارب خلال النوم، مما يحسن نفسية المرأة التي تعاني من تشقق القدمين. تدليك الجسم بفرشاة جافة. الفرشاة الجافة المصنوعة من الألياف الطبيعية وذات شعيرات قاسية يتم استخدامها لتدليك الجسم، وهي مفيدة لتنشيط الدورة الدموية وتمنح الجسم مظهراً أكثر شباباً، كما أنها تعزز صحة الجهاز اللمفاوي الذي يخلص الجسم من السموم، ويساعد التدليك بهذه الفرشاة في التخلص من الإجهاد والتوتر. الاستحمام بماء بارد. يزيد الاستحمام بالماء البارد من الشعور باليقظة والتنفس العميق وتحسين الدورة الدموية، ويساعد في خفض مستوى التوتر. وفي حالة صعوبة البقاء لفترة طويلة أسفل الماء البارد، يمكن الاستحمام بماء فاتر ثم الوقوف تحت الماء البارد لمدة دقيقة واحدة قبل الانتهاء من الاستحمام. لمعرفة المزيد حول الأعشاب العامة، قم بزيارة موقعنا زيادة أمان.com، فيسبوك منتج طبيعي زيادة أمان، ولا تنسى الاشتراك بالقناة. زيادة أمان تتمنى لكم دوام الصحة والعافية.